بس كونوا بابا كراهو السو تمشي عنده انا اسيم تاع جو سوبر بالنسبه لنا المباراه يعني ديربي الشمال اللي معروف بالنيديه ديالو ومعروف بكثافه الجمهور فحاجه واحده اللي كنبغي نبدا بها الجمهور خصو يتحلى بروح رياضيه كره فيها كل شيء فيها الخساره وفيها الربح ولكن اللي كنتمنى هي الجمهور يشجع الفريق ديالو الى اخر النهايه لان مثل هذه المباريات هادو فالمسانده ديال الجمهور كتعطي الاكل ديالها فكنتمنى تكون يعني مسانده اخويه مسانده اللي تخلي اللاعبين يعني اللي تحفز اللاعبين بحال اللي شفنا في المباريات اللي طافوا فكنتمنى من الجمهور يكون حاضر معنا الى اخر النهايه وان شاء الله رب العالمين انا كنوعد من هذا المنبر غادي نفرحوا في الاخر جميع ان شاء الله حاجه طبيعيه لان حنايا كل مباراه بحال المباراه كنقوموا بالترتيبات ديالها فهذه المباراه عندها طابع خاص بالنسبه لنا لان هي اللي تقدر تعطينا الدوري فحنايا نحضروا يعني فيما فيه الكفايه لا من الناحيه النفسيه ولا من الناحيه التكتيكيه ولو ما عندناش الوقت عندنا يعني غدا هو اللي كاين ولكن حنا ان شاء الله رب العالمين ديالنا الامل ديالنا كبير في اللاعبين وفي الجمهور ديالنا ان شاء الله.